بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. إن شاء الله راح نقدم لكم سلسلة من حلقات برنامج قالوا فقلنا. هذه السلسلة راح نتناول في كل حلقة من حلقاتنا صنف معين أو نوع معين من النباتات الطبيعية، وراح نتحدث حول هذا النبات، حول أهميته وفائدته على صحة الإنسان، وأيضا راح نتناول أحدث الدراسات حول هذا النبات. قالوا فقلنا، كتير بنسمع كلام حول النباتات، حول مضارها بشكل عام، وهذا الكلام غير صحيح، بمعنى أنه لا يجوز التعميم بالمطلق حول النباتات، كما في نباتات سامة في نباتات آمنة. ومعظم أكلنا إحنا بالأصل هو عبارة عن نباتات، يعني لو إحنا بدنا نشوف على مدار اليوم إحنا بنتناول المصادر النباتية. حلقة اليوم بدها تتناول نبات الحمد لله رب العالمين كان لنا الفضل بالحديث عنه على مدار سنوات في قطاع غزة، وتثقيف الناس حول هذا النبات وكيفية استخدامه، وهو نبات الاستيفيا. نبات الاستيفيا قالوا فقلنا، سمعنا أو شفنا بعض الفيديوهات يتحدث عن الاستيفيا كنبات له مضاره على جسم الإنسان، أو المادة المستخلصة من نبات الاستيفيا. فكان لازم أنه إحنا نطلع بسلسلة حلقات للحديث كل حلقة حول نبات معين، ونشوف مدى دقة هذا الكلام، وكيف أنه هذه النباتات موجودة منذ الدهر، الإنسان كان بيستخدمها وما زال بيستخدمها، وإيش الأثار الإيجابية على جسم الإنسان والأثار الجانبية إن وجدت. نبات الاستيفيا هو نبات معروف منذ آلاف السنين، مزروع وعرفه الإنسان القديم واستخدمه استخدامات كثيرة. طبعا هاي الحلقة يمكن راح استخدم شوية مصطلحات علمية، لكن راح أحاول أنه أنا يعني أبسطها لكم بشكل بسيط وأطرح الموضوع بشكل سلس. زي ما قلت، نبات الاستيفيا هو نبات معروف عرفه الإنسان منذ آلاف السنين، له استخدامات كثيرة. وطبعا الحابي يتأكد بإمكانه أنه يرجع إلى المراجع، واليوم عالم البحث متوفر في كل بيت من خلال الإنترنت ومن خلال الرجوع إلى المراجع العلمية، سواء عبر الإنترنت أو عبر الكتب المتوفرة. طبعا نبات الاستيفيا منتشر في اليابان، منتشر في أمريكا الجنوبية، منتشر في كثير من دول العالم، وكان يستخدمه الإنسان القديم في العديد من الاستخدامات. وهنا بحكي عن الأوراق المجففة، يعني الأوراق اللي هي زي هذه، كان بياخد الأوراق وبيتم تجفيفها وبيستخدمها إما كمشروب، كان بيستخدمها كمحلي يعني يحلي فيها، أو يستخدمها لتساعده في علاجات مختلفة مثل الضغط، توازن السكر بالجسم إلى آخره. وهذه الاستخدامات ممكن ترجعوا لها عبر مراجع وكتب كثيرة. على سبيل المثال، الإخوة الباحثين والدارسين بإمكانهم يرجعوا لكتاب PDR for Herbal Medicine الطبعة الرابعة، راح تلاقوا الاستيفيا من النباتات المثبتة والموجودة والمعمول عليها دراسات. أيضا ممكن ترجعوا لكتاب مشهور للباحثين في علم النبات اللي هو الهاندبوك اوف ميديسينال هيربس سكند اديشن الطبعه الثانيه، برضه راح تلاقوا استخدامات الاستيفيا منذ القدم وحاليا بايش بيستخدموها. طبعا نبات الاستيفيا اليوم العالم بدا يتجه نحو الاستيفيا كمحل طبيعي بعيد عن السكر الابيض. لما للسكر الابيض من مضار، وهذا معروف لدى الكثيرين. راح أنا أذكر لكم بعض المراجع أو ما تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية والFDA وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية وغيره طبعا من المراجع حول نبات السيفيا. وهنا احنا بدنا نفرق بين نبات السيفيا كنبات، أنه أنا أخذ النبتة كما هي
انه انا احل فيها كما هي، او انه انا اخذ المستخلص من نبات الستيفيا اللي هو الستيفيول جلايكوسايدز اللي راح نحكي عنه كمان شوية. لكن تعالوا نشوف الستيفيا في الوطن العربي مدى انتشارها، ونشوف ايضا في فلسطين مدى انتشارها، ونشوف عالميا هذه النبتة الرائعة اللي سبحان الله ربنا اوجدها كبديل، او ليس هي كبديل، هي بالاصل المفترض ان تستخدم في كمحلي طبيعي بعيد عن استخدام السكريات المصنعة. الستيفيا كما قلت هي بالاصل في اليابان، وطبعا في اليابان من اكثر الدول تصديرا للستيفيا هي والصين. 36 دولة في العالم استخدمت من مستخلص الستيفيا لأكثر من 600 منتج لعند 2010 أو 2009-2010. بال2011 تضاعفت هذه المنتجات، وراح نطرح برضو بعض المنتجات العالمية المستخلصة أو اللي داخل فيها الستيفيا. منظمة الصحة العالمية بتتوقع أنه 20% من كمية المحليات في العالم راح تحتلها اللي هو الستيفيا، واحنا بنحكي عن المحليات، انواع كثيره من المحليات موجوده في العالم. طبعا راح نشوف اول شيء اللي هو وزاره الزراعه. عندنا وزاره الزراعه في فلسطين في قطاع غزه اصدرت تقرير حول نبات الستيفيا بعام 2017 حول زراعه الستيفيا في غزه ونجاحها من خلال المتخصصين في وزارة الزراعة، وأيضا طرحوا فوائد الستيفيا كنبات آمن، وتحدثوا أيضا عن الاستخدامات الصحية أو الطبية للنبات، ولولا أنه هذا النبات آمن لما اهتمت به وزارة الزراعة الفلسطينية. وعلى فكرة هو الآن في الضفة الغربية موجود على شكل دفئات، ويعني بعض الطالبات في إحدى الجامعات قامت بزراعة الستيفيا ونجحت زي ما نجحت عنا بغزة إن شاء الله، وإن شاء الله نأمل إنه كل بيت فلسطيني بيحتوي على شتلة من نبات الستيفيا. أيضا نيجي نحكي عن مصر، جمهورية مصر العربية، الآن في عندهم مشروع ضخم لاستنبات نبات الستيفيا كبديل عن السكر من خلال اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة المصرية والجمعية الكورية. أيضا في المغرب العربي موجود، يتم زراعة الستيفيا بشكل واسع حتى أنه يتم تصديرها لبعض الدول المجاورة. أيضا في عنا في قطاع غزة قامت مجموعة من الطالبات في قسم العلوم، قسم العلوم الطبية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، بتنفيذ مشروع وهو إدخال نبات الستيفيا في منتج الشوكولاتة. معناته أنه الستيفيا، نبات الستيفيا، إحنا كوطن عربي في عنا اهتمام كبير حول هذا النبات. طبعا كثير من الدراسات، الآن أنا بقلب أوراق حتى لا أطيل عليكم، نيجي لموضوع هذا كنبات، أنا بحكي كأوراق، تمام؟ الآن من الأوراق ممكن يتم استخلاص، مع العلم أنه الأوراق أحلى من السكر العادي من 20-30 مرة. الآن الورقة أحلى من السكر من 20-30 مرة، بينما لو أنا أخذت المادة الفعالة من الورقة اللي هو اسمها إجليكو زيدات ستيفيول أو ستيفيول جلايكوسايدز اللي هي المادة الفعالة، أحلى من السكر من أحلى من السكر العادي ب 250-300 مرة، تمام؟ إذن لما بدي أحكي عن الأوراق، ليش طبعا الأوراق بتختلف نسبة حلاوتها عن المادة الفعالة؟ لأنه الأوراق فيها ألياف وفيها مواد أخرى، فلذلك مش رح تديني نفس حالات اللي هو المادة الفعالة اللي هي الستيفيول جلايكوسايدز. درجة التحلاية اللي هو المحلي نفسه اللي هو المادة البودرة، يعني المادة المستخلصة، قلنا أحلى من 250-300 مرة. السعرات الحرارية لمادة الستيفيا أو لنبات الستيفيا زيرو، صفر، لذلك هي آمن للناس اللي بدهم يعملوا حمية غذائية أو للناس اللي مرضى السكر. هل نبات الستيفيا كنبات موافق عليه من FDA؟ خلينا نكون أكثر وضوحا، وهذا موجود على فكرة على موقع FDA وموجود في كل المواقع. الآن خلينا نفرق بين المادة الفعالة اللي هو الستيفيول جلايكوسايدز وبين النبات كنبات. FDA بيقول إنه المادة الفعالة
اللي هي اللي الاستيفيول جلايكوسايد فيش مشكله فيها، وبامكانها انها تدخل في المجال الغذائي، بدليل زي ما حكينا انه راح نوريكم كثير من المنتجات العالميه دخلت فيها هذه الماده. ولكن النبات كنبات هي الاوراق او الكرود اكستراكشن، لما نحكي عن كرود اكستراكشن بحكي عن انه انا اخذت الخلاصه تبعت الاوراق بكل ما تحتوي من مواد، يعني انا ما عملتش ما وصلتش لمرحله اللي هو الماده الفعاله، تمام؟ انه هذا الاف دي اي مش موافق على استخدام الاوراق و الكرود اكستراكشن هو الخلاصه الشامله، مش لانها مضره ولكن لانه بدها دراسات اكثر. لذلك الاف دي اي لم يجرم استخدام الستيفيا سواء اللي هو البيور اكستراكشن هو الستيفيول جلايكوسايدز او الاوراق على الاطلاق، ولكن هو تحفظ على الاوراق و اللي هو الكرود اكستراكشن هو الخلاصه الشامله، وصرح بالماده الفعاله اللي هو الستيفيول جلايكوسايدز، تمام؟ هذا عشان احنا نكون اكثر وضوحا. ايضا نيجي للاتحاد الأوروبي اللي هو في عنا شيء اسمه هيئة سلامة الغذاء الأوروبية. طبعا الاتحاد الأوروبي لما نحكي عن FDA، FDA هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، تمام؟ بينما في عنا في المقابل إشي اسمه منظمة أو هيئة سلامة الغذاء الأوروبية اللي بتضم 28 دولة أوروبية، صرحت بتناول الأوراق ما فيش مشكلة، وايضا تناول اللي هو المستخلص تبع الستيفيا ومنتشر عالميا، في اليابان مصرح به، في الصين مصرح به، في عدد من الدول العربيه مصرح به، في امريكا نفسها الماده الفعاله تدخل في صناعات غذائيه، الاوراق تباع في كل دول العالم، حتى لانه الاوراق تصنف الاوراق الخام مسموح بيعها طبعا لانه ليس من ضمن الاعشاب الضاره التي تؤثر سلبا على صحه الانسان. تعالوا نشوفوا كمان من الدراسات اللي انعملت حول نبات الستيفيا او الاستخلاص. طبعا هذا اللي هو التقرير تبع الاف دي اي، وزي ما حكينا لكم ايش حكى الاف دي اي حول موضوع الستيفيا، وايضا الاتحاد الاوروبي والعديد من الدراسات للعلم الستيفيا اللي عملت عليها 200 او اكثر من 200 دراسه بحثيه، سواء استخدامها على الانسان او استخدامها على الحيوان، وكان معظمها اللي هو استخدام امن. طبعا الستيفيا اخذت رقم، يمكن برضو المتخصصين في مجال التغذيه او الصناعات الغذائيه بيعرفوا، اخذت رقم اللي هو الاي 960 بناء على اللي هو الاتحاد الاوروبي، انها كماده مرخصه او كماده مضافه اللي هو اديتيفز للغذاء. ايضا هذه الدراسه انعملت برضو من الدراسات البحثيه انعملت هنا بالنسبة للمادة المستخلصة من الستيفيا. طبعا بالنسبة لأوراق الستيفيا قديش الجرعة أو قديش أنه أنا أخذ ورق أستخدم في اليوم، ما فيش دراسات وضحت هذا الموضوع، لأن زي ما قلنا استخدام الأوراق، يعني حتى البي دي آر فور هيربال ميديسين اللي هو المرجع أو الدستور تبعنا كأخصائيين في مجال العلاج بالنباتات ترك الموضوع مفتوح بناء على الاستخدام اليوم، لكن فيش جرعة محددة. بينما لما نيجي نحكي عن المادة الفعالة، المادة الفعالة منظمة الصحة العالمية والاف دي اي وكل معظم الدراسات كانت تحكي عن 4 ملي جرام لكل كيلوغرام. ايش يعني؟ في بعض الدراسات وصلت ل 12 ملي جرام، لكن احنا خلينا ناخذ اللي هو الرقم الصحيح. لما انا باجي بقول انه انا مسموح لي من نبات اللي هو من مادة الستيفيول جلايكوسايدز اللي هو الاكستراكشن او المستخلص الطبيعي اللي هو البيور، انه انا مسموح لي 4 ملي جرام لكل كيلو جرام، يعني لو واحد وزنه 70 كيلو جرام يعني بيحتاج 280 ملي جرام. 280 ملي جرام يعني احنا لسه ما وصلناش لواحد جرام، تمام؟ يعني احنا بنحكي تقريبا عن تلت جرام، تقريبا بنحكي عن تلت جرام هذا الاستخدام اليومي. تعرفين انه زي ما حكينا انه الحلا للمادة الفعالة من الستيفيا احلى من السكر ب 300 مرة، يعني لو انا بدي استخدم 280 ملي جرام من الستيفيا، لو انا بدي استخدم 280 ملي جرام لشخص، انتوا عارفين مستحيل انه انسان عادي يتناول 280 ملي جرام، لانه هذه حلاء مش طبيعية. لو بدنا نضرب ال 280 في 300 قديش بتطلع؟
280 بتطلع تقريبا 8400، يعني تقريبا 84 جرام. يعني كأن انا ماخذ حالات 484 جرام من السكر العادي، تمام؟ وهذا صعب انه انا اتناول كم كبير من الحلو من التحلية. حتى الناس اللي بتعاملوا بالستيفيا، مجرد استنشاق، مجرد ان انا استنشق المادة الفعالة، ممكن يضل الحلاء حاسس بالحلاء يوم او يومين او ثلاثة، تمام؟ لذلك تناول المادة الفعالة من الستيفيا حتى دخولها في المنتجات الغذائية بتدخل بكميات بسيطة جدا لا تتعدى اللي هو الماء صرح به من الـ FDA، اللي هو زي ما حكينا 280 ملي جرام يوميا لشخص وزنه 70 كيلو جرام. إذن تناول هذا حتى المنتجات المحليات، يعني مثلا حتى المحل احنا تبعنا مثلا على سبيل المثال هذا وزنه 50 جرام لا يحتوي على الإطلاق. يعني لو الإنسان بده ياخد يعني يشرب الباكيت كله، طبعا الناس اللي استخدموه هو حلو جدا، يعني بيتاخد بطرف الملعقة لأنه فيه مواد حاملة، لذلك لا يستطيع أنه ياخد ملعقة مثلا على مدار اليوم. الآن الخمسين أو المية ميلي جرام أو المية جرام من مثلا المحلل اللي احنا بنستخدمه لا يتعدى نسبة الستيفيا 1%، يعني نسبة ضئيلة جدا. لذلك لما أجوا صرحوا بالمتين وثمانين ميلي جرام يوميا لشخص وزنه 70 كيلو، ثقوا تماما أنه صعب جدا أنه حد عنده القدرة على تناول هذه الكمية. ليش؟ لأنه الحلاة زي ما قلنا حلوة جدا. لو إحنا مثلا بدنا نقارن بين السكر والستيفيا، المحلل الستيفيا، السكر الأبيض يعني قديش مسموح يوميا، هناك دراسات مختلفة، لكن بالرغم أنه إحنا نتحفظ على السكر الأبيض لأنه إحنا بنحارب السكر الأبيض، مسموح 25 جرام يوميا. الآن لو إحنا بدنا نعمل حسبة بسيطة جدا، قلنا أنه الإنسان مسموح له 25 جرام، وكل واحد ميلي جرام من اللي هو الستيفيول اللي هو محلل الستيفيا الخالص طبعا بيحتوي على حالات 300 ميلي جرام من السكر، صح؟ طيب يبقى لو انا اخذت 280 ميلي جرام اللي هو الجرعة اليومية اللي صرحت فيه منظمة الصحة العالمية، معناته انا اخذت حالات 84 جرام من السكر الابيض، يعني انه انا اخذت ما مقداره 84 جرام واللي مصرح فيه 25 جرام. يعني أنا أخذت حالات 84 جرام من السكر الأبيض، وبالرغم من ذلك أخذت اللي هو جرعات بسيطة جدا من محلل الستيفيا. طيب الآن في نقطة مهمة جدا، لما نيجي نقول والله منظمة الصحة العالمية قالت أنه لازم الإنسان يتناول 4 ميلي جرام لكل كيلوغرام، في ناس بتروح تهول الموضوع طالما انه هي حددت الجرعة معناته هذا علاج على الاطلاق. ولكن الستيفيا يدخل ضمن المادة الغذائية او المضافة، يعني هي عنده راح يمرض مثلا لا، ولكن هي بتقول انه لو بياخد اكتر من هيك راح يتعرض لسمنة ويصير عنده مشاكل. كذلك يعني هذا نوع من الأمانية انه انت ما تتجاوز هذه الجرعة، ومش لازم احنا نعمل حالة تخويف للناس. زي لما نيجي نقول مثلا الانسان يحتاج 60% من الاحتياج اليومي كربوهيدرات، الان طب لو واحد اخذ اكتر من هيك راح يصير عنده مثلا سمنة مع مرور الوقت، ولكن مش نعمل حالة ترويع عند الناس، تمام؟ ايضا من يعني هذه الدراسه بتقول انه مسموح مثلا 12 ملي جرام لكل كيلو جرام، لكن احنا ناخذ الدراسات اللي احنا حسب الدراسات الحديثه او ناخذ الاف دي اي. حقيقه كثير من الدراسات امامي بتحكي عن الستيفيا، يعني هذه مثلا مقاله بعنوان ستيفيا ليفز جين ابروفال ان ذا اي يو اللي هو الاتحاد الاوروبي، طبعا هذه بال2017 رجع الاتحاد الأوروبي أكد على أمانية الستيفيا وإنها آمنة، سواء وفيش فيها مواد سمية سواء للحوامل للأطفال للكبار إلى آخره. وهذه كلها دراسات وبإمكانكم تدخلوا على المواقع الرسمية وتقرأوا هذا الموضوع. تعالوا نشوف، طبعا هذا بدلل على أنه بالفعل أنه الستيفيا هي من النباتات الآمنة كنبات وكمحلي، هو آمن ويستخدم كبديل عن السكر، وبالعكس راح يدينا يكون أفضل لأنه خالي من السعرات الحرارية. تعالوا نشوف بعض المنتجات، لو أنتوا دخلتوا على جوجل
وكتبتوا منتجات تحتوي على نبات الستيفيا، راح تلاقوا العشرات بل المئات بل الآلاف من المنتجات الغذائية اللي دخل فيها الستيفيا. على سبيل المثال يعني هذه الكوكيز، معمول كوكيز في إحدى الدول الأوروبية بالستيفيا، هنلاقي حتى في عسل من أزهار الستيفيا، هنلاقي كثير من المنتجات بسكوت مثلا، هتلاقوا كوكاكولا، يعني في شركة كوكاكولا في شيء اسمه كوكاكولا لايف، هذه منتج من كوكاكولا معمول بمحلل الستيفيا. هتلاقوا برضو كثير من المنتجات الغذائية معمولة من عصائر، طبعا عصائر طبيعية برضو معمولة بنبات الستيفيا، شوكولاتات مختلفة الأنواع والأصناف مستخلصة من نبات الستيفيا. مع العلم أنا حاب يعني أقول لكم انه يعني هاي كلها منتجات حقيقة كثير، يعني عشرات مئات الاف من المنتجات المستخلصة او اللي داخل في تركيبها مستخلص للستيفيا. اللي حاب انا اقول لكم اياه كمان انه هي اصلا موجودة، يعني احنا موجود عندنا في السوبر ماركت في قطاع غزة بعض المنتجات المستوردة من الخارج تحتوي على مستخلص للستيفيا، وموجود الستيفيا بودرة، موجود سائل أيضا، وموجود بأشكال مختلفة. طيب إيش بميز المنتجات تبعتنا كشركة ابن النفيس؟ طبعا إحنا شركة ابن النفيس أديكم نبذ عنها، هي شركة اسمها شركة ابن النفيس للنباتات الطبيعية والمكملات النباتية، من ضمن أهدافنا استيراد وتحضير النباتات الطبيعية، أيضا من ضمن أهدافنا الصناعات الغذائية. فإحنا الستيفيا اقتنعنا فيه كبديل آمن للسكر، وأيضا كما تقول الدراسات أنه هو لا يحفز تسوس الأسنان عند الأطفال وغيرهم، غير أنه خالي من السعرات الحرارية، غير أنه آمن، وغير الاستخدامات الأخرى اللي حكينا عنها. طبعا إحنا كشركة ابن النفيس ما يميزنا نحن بنقوم باستيراد نبات الستيفيا، بنختار أفضل الأوراق بمواصفات إحنا بنحددها، بنقوم باستيرادها وهي موجودة عندنا، وأيضا على استعداد إنه إحنا نوفرها في أي مكان لنشر هاي الثقافة. ممكن ناخد الأوراق كما هي، زائد إنه إحنا موجودة عندنا في منتجات غذائية مثل الحلاوة والشوكولاتة، وعاملين منه قطر كمان من محلل السيفيا، في عندنا قطر ممكن ندخله بالحلويات ويعني الأشكال المختلفة من الحلويات، وموجود المحلي البودرة كما قلنا، اللي يعني لو أخذنا 1 جرام من هذا المحلي راح يحلي لنا كاسة ويزيد يعني. لذلك هنرجع تاني إنه إحنا في شركة ابن النفيس اخترنا هذا المجال من أجل نشر الثقافة والعودة إلى الطبيعة، وكثير من الناس والمؤسسات تدعم هذا التوجه العودة إلى الطبيعة. إن شاء الله راح نكون معاكم دائما بأنه إحنا نوضح لكم الحقائق من خلال الدراسات والأبحاث الحديثة لأي منتج إحنا بنتعامل فيه، بأي نوع أعشاب إحنا راح ننزله إن شاء الله، وراح ننزله على السوق ونحكي لكم عن الفوائد له وكيفية استخدامه بناء على الدراسات الحديثة إن شاء الله. وثقوا تماما إن إحنا دائما نسعى لمصلحتكم. إن شاء الله بعد هاي الحلقة اللي هي الحلقة الأولى راح نعلن عن الحلقة الثانية وعنوانها قبل بأسبوع، للي حابب يسأل أي سؤال قبل العرض الحلقة الثانية عشان أجاوبكم إياها بأثناء الحلقة وتكونوا حصلتوا على أكبر قدر من المعلومات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة بعنوان قالوا فقلنا.